بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء نبارك لأخينا وشيخنا الفاضل سيدي خليل، نبارك له هذه المولودة المباركة التي اختار لها هذا الاسم الحسن الشفاء. نقول له بارك الله لك في الموهوبة، وشكرت الواهب وبلغت أشدها ورزقت برها. هذا دعاء وارد عن بعض السلف، والذي ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام هو الدعاء بالبركة، والبركة فيها الخير الكثير، فهي الخير الكثير الثابت المستقر الدائم الذي لا ينقطع. فمعنى الدعاء بالبركة، نسأل الله جل وعلا أن يجعل في هذه البنية خيرا كثيرا ثابتا دائما مستقرا غير منقطع. سنقف حتى لا نطيل على إخواننا الكرام مع ثلاث أو أربع وقفات. الوقفة الأولى تتعلق بالاسم الشفاء، فقد وفق أخونا في هذا الاختيار، والشفاء كما لا يخفى على أذهان إخواننا الكرام صحابية جليلة، هي الشفاء بنت عبد الله العدوية القرشية، من أول من أسلم ومن أوائل من هاجر رضي الله عنها وأرضاها، هي وزوجها، ولها سبق وفضل في الإسلام. لماذا اختيار الاسم؟ اختيار الاسم ثقافة، وعي، فن كما يقال، الاختيار فن. ويعرف الآن الباحث في الدراسات الأكاديمية والعليا وغيرها باختيار عنوان موضوعي، ويرفع في عين مشرفه وفي عين أساتذته عند اختيار الموضوع واختيار مباحث الموضوع وخطة البحث وغيرها. والاختيار فن كما يقال. ولذلك قيل قديما: قل لي ماذا تسمي أقول لك من أنت. لأن اختيارك للتسمية عبارة عن خلاصة منتوج الثقافة التي حصلت عليها طيلة حياتك. فالأسماء، لما نقول أسماء عامة، سواء كان أسماء الكتب أو أسماء الأبناء أو أسماء حتى المحلات التجارية، انظروا إلى أسماء محلاتنا التجارية وأسماء المدارس وأسماء، تجد فيها الانهزام الفكري والانهزام الثقافي، وكأنه ليس لنا عظماء ولا تاريخ ولا حضارة ولا ولا. وأما أسماء الأبناء والبنات فحديث ولا حرج، تجد أحدهم يبحث عن اسم غريب، واحد السمية كاينة في الدورة مع واحد السمية عارفين المعنى ديالها، سميت واحد الشجرة كاينة في القطب الشمالي المتجمد هذا هو المعنى ديالها، أو ديش داك الهد خرج الفرد ديالك السياسي. ماذا أفادك هذا الاسم الغريب؟ والاسم الابن راه لما يكبر يسأل الأب: ما سبب اختيارك هذا الاسم؟ لما يسمع اسمه ذكر في القرآن يفرح يسعد، لما يعلم أن الاسم ديالو اللي اختار لي الأب راه اختار لي الاسم أحد العظماء وأحد الشرفاء وأحد القادة، يبحث عن هذا القائد من هو، ما تاريخه، ما هي حياته، ما هي ترجمته، يتمنى، يريد. أنت تزرع في ابنك الشخصية والثقة في النفس، وتزرع فيه العلم والفائدة. أما الغرائب، وفي كما يقول بعض السلف: من تبع غريب الحديث كذب، فإن هؤلاء واتبعوا غرائب الأسماء للأسف فضلوا. أما من سمى بأسماء أهل الكفر وأهل الإلحاد وأهل الزندقة والفجور فتلك مصيبة وطامة كبرى، نسأل الله السلامة والعافية. فالشاهد نحيي خانا على هذا الاختيار، وينبغي للأمة أن ترجع إلى الأسماء في كل شيء في جميع المجالات، وأن يكون لها الاختيار الموفق، وأن يكون لها أهداف حقيقية في التسمية، أن تكون لها أهداف حقيقية بعيدة المدى في التسمية، ولا تحقرن من المعروف شيء. هذا فيما يتعلق بالوقفة مع الاسم. أما ما يتعلق بالوقفة الثانية وهي المقصد، نحن الآن نعيش ولله الحمد في هذه المناسبة في أحد مقاصد الزواج. الزواج له مقاصد كثيرة ونبيلة، أعظمها أجلها
ذكر في قول الله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال العلماء هذا هو المغاية والمقصد. ذكرت مقاصد أخرى اللباس وكذا وجه الشبه بين اللباس وهو، لكن المقصد الأعظم هو وابتغوا ما كتب. قالوا ما كتب الله لكم أي من الولد، أي طلبوا ما كتب الله لكم من الولد. فالغاية العظمى والأسمى في الزواج الولد. ناس للأسف الآن عندهم الزواج والغاية، الاهتمام بالزواج وخاصة الشباب، وكأن نهاية الأمر في الزواج. لا يا حبيبي يا أخي، راه الزواج مجرد وسيلة، مجرد حقق لك جزء مقصد، واحد من مقاصده، وأحد مقاصده هو الإحصان والعفاف، لا يتنازع في هذا المقصد أحد. لكن الأمر أكبر من ذلك، الأمر إلى الأمام، إلى إيجاد أمة، إلى إيجاد أمة صالحة تقية مصلحة، إلى إيجاد جيل التمكين لهذه الأمة. راه الذي يصل ويحرص ويعلم أن هذا المقصد أعظم من الزواج، هذا هو الذي يهيئ العدة ويعد العدة ويهيئ التهيئة الكاملة لهذا الأمر. وليس لما تكون الزواج هو الغاية، عندما الإنسان يتزوج يوقف انتهى، قال ربما إذا زاد فكر شي شوية كيفكر في الثانية، ياك ولا لا، ولا الثالثة، ولا يزيد يكمل يفكر في الرابعة، لأن همه هو غرضه هو الغاية هو الزواج. فشاهدوا أن المقصد إذا كان هو الأبناء، فإننا في هذه المناسبة نعيش أحد المقاصد. ومن تأمل القرآن سيجد سبحان الله الحديث عن هذا المقصد، بل المقصد أكبر من ذلك كذلك من الأبناء. ليس الغاية الولد من أجل الولد، ليس الغاية الولد من أجل الاستكثار، ولا من أجل الأبوة، ولا من أجل حقر عندي واحد شي فليسات وقلت لي ورتهم، أو إشباع عاطفة الأبوة. وإنما من تأمل الغاية من الأبناء في القرآن سيجد أن الغاية العظمى هي الأبناء الصالحين، أو إن شئت المصلحين، الذين يحققون توحيد الله جل وعلا وعبوديته تبارك وتعالى كما ينبغي. ونقرأ القرآن شو شوية ونوقف مع شي تدبرات وشي تأملات. قصة مريم التي لا تخفى، أو والدة مريم آل عمران، قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. نذر من الأول، بقي تحقيق الأهداف، بقي ابن كاع ما تزاد أهداف ديالو مسطرة. وقف لله، تعرفوا داك وقف لله كنكتبوا حنا وقف في المصحف وحطوا في الجامع، راه أبناء وقف لله. محررا أي تريد أن يكون خادما لبيت الله، وبيت الله هو بيت المقدس في ذلك الزمان. شوفوا الهم، شوفوا المسؤولية، شوفوا الهمة في نصلات ديال المرأة. فما قالتش هاد المرأة أنا باش غادي نفيد بيت المقدس وباش غنصر قضية الأقصى وباش غنصر الأمة، تنصرت بأن ابنك يكون وقف لله سبحانه وتعالى. احنا أبنائنا وقف من أجل مصالحنا الشخصية والمادية والأموال، وقرا وبيتك تقرا وبيتك تكون، والسويع ديال ما عرفت شحال، ودوز السويع وجيب لي أستاذ وجيب لي كذا، جميل هاد الشيء، ولكن حدك آش، حدك دنيا، حدك تراب. هؤلاء كان همهم الإسلام، نصرة الدين، نصرة قضايا الأمة، النظر إلى المستقبل، النظر إلى الآخرة، النظر إلى الجنة. مشى الناس مع الأوقاف، شكون اللي كيف فكر في الأوقاف؟ أصحاب الآخرة هم الذين يفكرون في الأوقاف. محررا فتقبل مني، ولد هذا وقف لله، ومع ذلك تسأل الله يتقبل منها. هذه سبحان الله عجب، ولكن أهل الهمم. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، إلى آخر الآيات. كذلك زكريا، نزيدوا عاوتاني شي شويه سوره مريم. زكريا الله عز وجل ذكر لنا انه طلب الولد. لماذا طلب الولد؟ نفس الشيء حتى هو، واش حيت اشتاق الولد والابوه وكبر وبغى وليد وشويه يستانس معاه ويشبع العاطفه ديالو الابوه الابويه، ولا يولد معاه شي مال، ولا حيت حكا والدراري الناس عندهم الولاد وانا ما عنديش. ما خطر له في بال هذا الامر. وذكر الله وسطر الغايه والمقصد من طلبه للولد،
قال وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. خفت الموالي من ورائي، أي أنه لما كان نبيا ودعا إلى الله وأكثر من الدعوة إلى الله وصبر على الدعوة إلى الله لم يجد من يخلفه في حمل رسالة الدعوة إلى الله وهم الدعوة إلى الله، لم يجد، وقرب على الوفاة وكبر في السن ومع ذلك يريد، فقال دعا الله الولد ليس من أجل الولد وإنما من أجل أن يكون ولدا داعية إلى الله ناصرا لدين الله سبحانه وتعالى بالعلم وبالحكمة وبنشر ما الوحي والحكمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، فهذا كان همهم. والدليل على ذلك يرثني ويرث من آل يعقوب، ماذا سيرث؟ الأنبياء ما تركوا كما قال عليه الصلاة والسلام إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر. فالمقصود بالوراثة هنا ليس وراثة المال وإنما وراثة النبوة والحكمة والعلم والدعوة إلى الله والتوحيد والإيمان وغير ذلك. فهذا كان هم آل الأنبياء والمصلحين الذين تسطرهم القرآن وذكرهم القرآن. فمن تأمل القرآن سيجد هذه هي غايتهم. ها علاش خاصنا نقرأ القرآن فهم وتدبر ونفهم حتى شنو بغينا من الولد نمشيو للقرآن نعرفوا شنو بغينا من الولد، علاش كنولدوا نمشيو نقرأ القرآن نعرفوا راسنا علاش كنولدوا وعلاش خاصنا نولدوا. وأما السنة فكذلك كثيرة، وكلنا يحفظ حديث النبي عليه السلام في سليمان عليه السلام وأقسم لما أقسم لأطوفن الليل على 100 امرأة ويخرج الله منها 100 فارس يجاهد في سبيل الله. بوب الإمام البخاري على هذا الحديث باب طلب الولد للجهاد في سبيل الله. علاش الناس كانوا بغي الأبناء وبغي الأولاد باش ينصروا دين الله سبحانه وتعالى وتقوم لهذه الأمة قائمة وينصر الدين وينصر التوحيد وينصر العقيدة بهؤلاء وبهذه المقاصد وبهذه النيات يأتي النصر ويأتي التمكين ويأتي الدين بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا فيما يتعلق بالغاية والمقصد من الأبناء، والغاية منها كما قلنا هي إيجاد الصالحين والمصلحين الذين ينشرون دين الله وينصرون دينه سبحانه وتعالى. النقطة الأخيرة حتى لا نطيل على إخواننا، وهي إذا كان الإنسان كما قلنا استحضر هذه النية في إيجاد الذرية بالابن الصالح والمصلح، احنا رفعنا شوية السقف كما قلنا في هذا النماذج، راه ماشي فقط غير صالح، مصلح يدير شي حاجة للأمة، يقدم شي أمر لأمة الإسلام، نقف مع المناسبة الشفاء مع البنات، إوا هاد البنت كيفاش غتنصر دين الله عز وجل؟ يلا نفتحوا شي حوار وشي أسئلة، ولا كاين شي جوائز السيدي خالد ولا والو جوائز الحساب؟ كيفاش المرأة تنصر دين الله سبحانه وتعالى؟ وإذا كان شيخنا سيدي موسى تكلم على ما يتعلق بالبنات والهم الذي يحصل الآباء تجاه البنات اللي هو موضوع موضوع الهم عند الآباء فيما يتعلق بالبنات، الآن صار هم عند البنت نفسها، صار لها هم كبير، أنا عندي طموحات وأنا عندي كذا وعندي طاقة وقريت ودرت شنو غندير لهاد الأمة وشنو غادي نفعل وشنو غادي الأمر، كما أن للأب لهم إشكالية، الآن دابا البنت نفسها يحصل لها نوع تشاؤم كما ذكر، تشاؤم هي نفسها بشأن من نفسها، وشنو ندير وشنو دور ديالي وشنو كذا وأنا شنو غندير وأنا دابا قريت وفعلت وكذا باش نوصل. سبحان الله، كما قلنا قبل الرجوع إلى القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن والرجوع إلى حالي وهدي السلف. القرآن هي مريم لما قالت إني وليس الذكر كالأنثى، نفس الأمر حصل لها، ولما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، ولا شك أنه ليس الذكر كالأنثى، وهذه الأنثى كيف ستنصر دين الله عز وجل؟ تنصر دين الله بصلاحها وعبادتها، فأقبلت على العبادة
كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا، كانت تلامزم محرابها وتعبدها لله، وحافظت على حجابها وتسترها وحيائها، ولم تخالط رجالا، ولم تقحم نفسها في مضمار الرجال، لأنها امرأة ولها ما لها ولها ما يخصها، فحافظت على خصوصيتها ثم على مهمتها التي هي التربية. فكان من صلبها من خرج نبيا مصلحا أصلح الله به العالم، وأصلح الله جل وعلا به الأرض، وهو عيسى عليه السلام. ليس المرأة بالضرورة أنك تكوني قائدة، ولكن من تأمل التاريخ وقصص العظماء سيجد أن المرأة تلد القادة وتساهم في صناعة القادة وفي مساعدة القادة. أما بالضرورة لا، أنا نكون قائدة وأنا نخرج وأنا وكتولي يعني هذيك الأفكار ديال النسويات ولا حقي ذاتك وحقي الطموحات وكوني قوية وبي سترونغ ومع شنو وكذا كذا، راك راه هذيك فلسفات فكرية شيطانية بعيدة كل البعد عن الدين وعن الوحي وعن الواقع. راه هؤلاء صلحوا وأصلحوا ونفع الله بهم، ولكن بما أراد الله سبحانه وتعالى. ونقف مع الشفاء كما قال بعض السلف، لن يصلح آخر، وبه هذا الكلام نختم، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. واش بغيتي تصلحي هذه الأمة؟ جميل، راه حتى النساء الأولين ما صلحوهاش، ما ساهموش في نهضتها، في تقدمها، في عزها، ساهموا. يرجعي قري الترجمة ديالهم وقري السيرة ديالهم وشوفي كيفاش ساهموا، وحتى انت غادي تساهمي وغادي تكوني حافظتي على الدين وعلى الشريعة وعلى ما أراد الله، وتتأسين وتقتدين بمن سبق وبمن سلف. والشفاء كما ذكر كانت نصر دين الله جل وعلا هي نفسي بدينها وثباتها وإيمانها واستسلامها وهجرتها مع زوجها لله ولرسوله. وتعرف الهجرة على ترك الدنيا، ما كاينش الدنيا، الدين هو الأهم، ماشي لا وحقه وكذا وبلاتي ونفكر ونشوف ونقتنع. الدين لا اقتناع فيه، أمر الله جل وعلا الأصل فيه الاقتناع، لأنه من الله تبارك وتعالى. ثم كانت ممن يتعلم وتعلم، كانت تجيد الكتابة في الجاهلية وفي الإسلام، وكانت تداوي الجرحى، لما تخرج مع المجاهدين تداوي وتساعد الصحابة الذين جرحوا وأصيبوا، فها هي في مساعدة، ماشي كتخرج هي تجاهد، لا، إنما تساعد وتطبب من وقع في هذا الأمر. وقضية الكتابة كذلك، كانت تتعلم الكتابة حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها علمي حفصة، يعني بنت عمر الخطاب، علمي الرقية كما علمتها الكتابة، مما يدل على أنها كانت تعرف الكتابة، وقل من كان يعرف الكتابة في الجاهلية ثم بعد الإسلام. وعلمت حفصة أم المؤمنين، علمتها الكتابة، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لها داراً فوهبتها للتعليم ولتعليم الكتابة. هكذا تنفع بما يليق بفطرتك وبما يليق بأنوثتك وبما يليق بما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه مجرد نقاط ثلاث، نرجو أن نكون نحن أول من انتفع بها، ثم لإخواننا الحاضرين والسامعين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يبارك في هذه البنية وأن يصلحها وأن ينبتها نباتا حسنا، وأن يجعلها قرة عين لوالديها ولسائر أفراد أسرتها، وأن يجعلها صالحة مصلحة، وأن يجعلها زيادة خير في الإسلام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.